السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالباتي حبيباتي طالبات الصف الأول الابتدائي، أهلا ومرحبا بكل حبيباتي في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. ودرسنا اليوم إن شاء الله حبيباتي هو الله الرزاق. والآن حبيباتي أريد من كل طالبة أن تقول لي ماذا ترى في الصور التي أمامكن؟ أحسنتم، جبال، أسماك، طائر، غزال، نملة، السماء. أحسنتم حبيباتي، من خالق هذه المخلوقات حبيباتي؟ أحسنتم، الله عز وجل. أحسنتم حبيباتي، من الذي يرزق الأسماك والحيوانات والطيور؟ أحسنتم حبيباتي، الله عز وجل. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف معا على الهدف الأول من الدرس، وهو أن تعدد الطالبة نعم الله علينا. فمن أسماء الله تعالى حبيباتي الرزاق، أي أن الله تعالى بيرزق الإنسان والطير والحيوان والنبات، وأنه يرزق الصغير والكبير والقوي والضعيف، كما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكما ترون حبيباتي في الصورة التي أمامكن، إن أنعم الله عز وجل علينا بالأشجار، وأنعم بها على الإنسان، ونأخذ منها الثمار، كما أنعم علينا بالحيوانات التي نأخذ منها اللبن والجلود، وأنعم علينا أيضا بالأمطار الذي نسقي منها الزرع. أحسنتم حبيباتي، أما ما كنا حبيباتي مجموعة من الصور. الصورة الأولى النبات، من يرزق النبات حبيباتي؟ أحسنتم، هو الله عز وجل. ومن يرزق الإنسان والحيوان؟ أحسنتم حبيباتي، الله عز وجل. من علم الطير أن يجلب الرزق لفراخه؟ أحسنتم حبيباتي، الله عز وجل. من علم النملة أن تبحث عن رزقها؟ أحسنتم حبيباتي، الله عز وجل. كما أن الله تعالى رزقنا وأنعم علينا نعما كثيرة، فيجب علينا أن نشكر الله تعالى على نعمه الكثيرة ونقول الحمد لله. طب متى نقول الحمد لله حبيباتي؟ أحسنتم، بعد تناول الطعام، وكذلك بعد شرب الماء، وأيضا عندما ألبس ثوبي. والآن حبيباتي على كل طالبة أن تقوم بفتح مصدر التعلم صفحة 49 للإجابة معا على هذا السؤال. املأ الفراغ بالكلمة المناسبة، عندك ثلاث كلمات، الله الكبير يرزقه، الله تعالى القوي والضعيف، الله تعالى يرزق القوي والضعيف. أحسنتم حبيباتي، الرزق كله من عند نقط تعالى. أحسنتم، من عند الله تعالى. الله تعالى يرزق الصغير والكبير. أحسنتم حبيباتي، وأيضا حبيباتي من أسماء الله تعالى الرحيم، حيث أن الله تعالى رحيم بعباده، بقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله غفور رحيم. والآن حبيباتي، ما هي تحية الإسلام؟ أحسنت، تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحمة الله تعالى للإنسان، أولا يغفر الذنوب للتائبين، أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب،
ثانيا أنه ينزل المطر فينبت الزرع كي لا نجوع. ثالثا أنه يرحم الفقراء فيرزقهم، وكذلك يرحم المرضى فيشفيهم. أحسنتم. والآن حبيباتي أريد من كل طالبة أن تقوم بفتح الكتاب صفحة 52 للإجابة على السؤال الأول.